أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأشهر الحرم نسخت أم لا؟ وإذا كانت لم تنسخ، هل العمل الصالح فيها مزية؟ وما حكم من يخص رجب بصيام أو عمرة؟ أوضحوا لنا ذلك. اختلف العلماء في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معناها التي حرم فيها القتال من أجل أن يتمكن الناس من الحج والعمرة، أنهم كانوا في الجاهلية في قتال وأخذ وسلب ونهب، فجعلت الأشهر الحرم من أجل أن يتمكن الناس من الوصول إلى البيت للحج والعمرة. والأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، شهر المحرم، هذه ثلاثة، والرابع شهر رجب. شهر رجب هذه هي الأشهر الحرم. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد كما يقولون. اختلف العلماء هل نسخت وصار يشرع القتال، يعني اللي هو الجهاد في سبيل الله في كل وقت. هذا قول، وهو الصحيح، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولم يقيد هذا بغير الأشهر الحرم، وقال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم احصروهم اقعدوا لهم كل مرصد. وليس المراد بالأشهر الحرم هنا الأربعة، المراد بالأشهر الحرم الفسحة التي أعطيت لأهل العهود في أول سورة براءة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فالذين لهم عهود أمر الله أن يعطوا فسحة أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يعلن عليهم القتال. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي هذه الفسحة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فآيات الجهاد نسخت الأشهر الحرم وشرعت الجهاد في كل وقت، جهاد في سبيل الله عز وجل، فلا يمنع الجهاد في أي وقت كان، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول: لا، إنها باقي تحريمها ولا يجوز القتال فيها. نعم، ولكن الأول هو الصحيح وهو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: وأما شهر رجب فلا يخص بشيء من العبادات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصه بشيء من العبادات، وكان شهرا تعظمه الجاهلية ويعظمه المبتدعة الآن، يعملون الرجبيات فيه والإسراء والمعراج، يحتفلون في آخره ليلة 27، يظنون أن هذه ليلة الإسراء والمعراج، ويصومون منه. كل هذا لا أصل له، فإنه لم يثبت في شهر رجب خاصية إلا أنه من الأشهر الحرم، إلا أنه من الأشهر الحرم. وأما العمرة فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر فيه، وإنما اعتمر في أشهر الحج، كل عمر في أشهر الحج، ثلاث منها في ذي القعدة، والرابعة في شوال لما رجع من حنين. فكل عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في أشهر الحج، ولم يكن منها شيء في شهر رجب. وشهر المحرم له فضيلة، شهر المحرم له فضيلة، وهو أنه يصام كله. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويتأكد صيام يوم عاشوراء من شهر محرم، وصوم يوم قبله
أو يوم بعده مخالفة لليهود، هذا في شهر محرم. نعم.